ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. عارفة ان اتأخرت عليكم بقالي 4 ايام ما بنزلش اي فيديوز، بس انتوا عارفين طبعا ان هو كان عفشي، فانا هحاول كده اختصر لكم ال4 ايام في ال8 دقايق دول. انا طبعا ليلة العفش بتاعي يوم 18/9، هوريكم انا عملت ايه كتجهيزات ليوم العفش. طبعا يوم العفش كنت تعبانة مش قادرة حتى ان انا افتح عيني، يعني هقول لكم ايه، بس بجد تعب تعب تعب. وطبعا عيني كانت وسط راسي، مش قادرة حتى امسك الكاميرا واصور، الناس هي اللي صورت. فانا حطلكوا كده نبذة عن اللي حصل في الفيديو ده وباقي الحاجات اللي حصلت. ان شاء الله لما الناس تبعت لي الصور والفيديوز هعمله لكم كجزء تاني ممكن بكرة. تمام. يوم 19/9 ده كان يوم كله تعب. يوم 20 اللي هو امبارح ده يا بنات، انا روحت الشقة وعملت فيها شوية حاجات، فبجد كنت تعبانة ومش قادرة اصور حاجة برضو. فالنهاردة ان شاء الله انا رايحة الشقة تاني، فقلت كده قبل ما اروح الشقة ان انا اصور لكم الفيديو ده، يعني قصدي اسجله لكم. كده كده كل حاجة فيه متصورة، انا مش قادرة امسك التليفون اصلا. فدي كده كل اللي فات، ده كان الصور بتاعتي انا واصحابي في العفش بتاعي، ودي ناس منزلي بوستات وكده يعني، فحبيت برضه احطهم كده في البدايه واوريكم الاوتفيت بتاعي، لان انا والله ما صورتش نفسي حتى، انا اتصورت مع الناس فقط لا غير. كنت حاطه لانسز وروج ومسكره بس، وكنت لابسه طقم كده بودي زهري وبنطلون جينز عادي وكوتش اسود وحزام اسود. تمام. دي كده كانت بوستات كلها نازلالي. عايزه اقول لكم العفش ده طلع تعب انا ما كنتش متوقعه اللي بيحصل فيا اصلا. ايه ده يا جدعان اللي بيحصل فيا ده؟ انا مش عارفه اللي كان بيجرى فيا. بصوا تعالوا بقى نبدا. انا عملت ايه ليله العفش اللي هي 18/9؟ تمام. اول حاجه بداتها الصبح كان الفطار بتاعي. الفطار بتاعي كانت حاجه خفيفه، دانون بالفواكه والعصير ده اللي هو الميكس بالموز. تمام. ده كده كان الفطار بتاعي، ده يعتبر بدايه كده. حبيت ان انا افطر حاجه خفيفه، وانا اصلا كنت متوتره اليوم ده جدا، واي عروسه في مكاني هتبقى متوتره. كنت بحاول ان انا عارفين اللي هو اهدي نفسي بنفسي، بس مفيش فايده، فضلت متوتره وبطني وجعاني جدا قبليها بيوم وفي نفس اليوم بالذات، نفس اليوم الصبح اللي هو انا بلبس وايدي بتترعش حرفيا. اول حاجه بداتها استخدمت السبا دي على جسمي، ده اللي هو ملح الحليب من يوكو كوري هو يا بنات، استخدمته على الكعين والركب والاماكن الغامقه. وبعد كده عملت بالصابون المغربي ده من اغادير، بدات ان انا اغسل بيه جسمي كويس جدا جدا جدا، هو حلو جدا يعني بصراحه، والكميه بتاعته برضو كويسه جدا. انا هو بقاله معايا تقريبا من 6 ل7 شهور، فعايش معايا يعني الحمد لله. وعملت سكراب لجسمي طبعا، سكراب وبانه، السكراب ده طري كده على الجسم، محبتش استخدم حاجه تكون ناشفه بتاعت ستاركي، لا حبيت استخدم ده طري يعني. وعملت بالشيفينج دي، شلت شعر جسمي كله، مش كله كله يعني، بس يعني ساعدت شوية. وبعد كده طبعا بدأت ارطب جسمي، استخدمت الكريم ده من دايليكيت من ماي وي بزبدة الكاكاو، استخدمته في ترطيب جسمي. وبعد كده استخدمت سانسو كير كريم، انا بقالي 4 ايام ما بحطش سانسو كير كريم، ان شاء الله احطه النهاردة. بقالي 4 ايام ما بستخدمش اي كريمات مرطبة خالص من ساعة ليلة العفش بصراحة. التعب يا بنات والله العظيم تعب 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 يعني. المهم بقى كده بدات اعمل سكين كير روتين بتاعي. اول حاجه استخدمتها الغسول ده، هو غسول وسكراب في نفس الوقت من ايفا بالعسل، استخدمته طبعا عشان خاطر اعمل زي سكراب لبشرتي، واستخدمت فرشه الاسنان والمعجون دول. دي كده الخطوات من بدايتها اساسا. المعجون ده بيفتح الاسنان كده درجه او درجتين في كل مره، صدقوني بينورها كده. وبعد كده يا بنات استخدمت عادي الروتين بتاعي، على فكرة حطه على جنب. وعملت شيفينج لبشرتي قبل ما اروح الكوافير، عملت استخدمت جل الصبار ده، طبعا استخدمت الكحول واستخدمت الشفرة البينك يعني معاهم وكده. تمام. فده كده كنت خلصت شيفينج. بعد كده عملت ماسك الطمي على بشرتي،
استخدمت الطمي الشرفاء، انا كلمتكم عنه قبل كده على فكرة، حلو جدا، عجنته تمام وظبطته. واستخدمت، هو لازم القوام بتاعه يبقى خفيف الخفية دي، بجد تحفة جدا وبيفرق 180 درجة في بشرتي. كده يا بنات انا رحت الكوافير وقصيت اطراف شعري، زعلت جدا على فكرة لما قصيتها، بس اللي هو خلاص يعني هي هتطول، فحاولت ان انا اتناسى مع الموضوع عشان الاطراف تطول بقى وخلاص بصورة صحية. كان طويل جدا يعني بصراحة، انا قصيت حتة حلوة منه، قصيت زي صوبع، مش صوبع كامل، لا نص صوبع كده، ففرق جدا يعني مع طول شعري، بس بقى صحي اكتر. لما روحت البيت بقى استخدمت سبراي ريجو ده على فروة شعري، وكمان استخدمت السيروم ده من، طبعا انتوا عارفين السشوار بيخلي الشعر جاف جدا جدا قد ايه، فطبعا حبيت اعوض يعني. بالليل بقى يا بنات كنت بتعشى، دي ليلة العفشة بقى، ما نمتش لحد الساعة 6 الصبح. قولولي ليه، انا مش عارفة، عارفين انتوا اللي هو انت ساكتة وخلاص ومش عارفة تنامي وعمالة تضحكي وحاجات غريبة كده بتحصل، بس بجد احساس حلو يعني. كنت باكل موز بقى وكنت فرشة لهم بقى وعمالة اضحك، وما نمتش الليلة دي خالص، صدعتهم كلهم حرفيا يعني، اللي كان بايت معايا اليوم ده بجد يعني صدع مني كده تمام. طبعا حصلت لي كارثة اليوم ده، الزيت وقع جوه السماعة وكده. بصوا هسيبكم بقى مع ابن اختي، شوفوا بقى الضحك كله. بص هو ما كانش عايز يصوت، كل ما اجي اصوت يضربني، هو عنده 6 شهور ماشي في 7 شهور، وكل ما اصوت يجي يضربني بجد، وانا عماله بقى اغيظ فيه. بصوا فظيع، بص اتضير لي مخصوص عشان يضربني، مش عايز اصوت ابدا، ما بيحبش الصوت العالي، هو مش عارفه طفل ازاي بيتحكم في حياتنا يعني. بص عمال يشد ايه من شعري، انا عماله اصوت ازاي، فظيع فظيع بجد. بص الولد مش عايز يسكت برضو، لا فظيع بجد. انا حاطه لكم فيديو كده اهو، جزء كده صغير من العفش تمام. كنا ماشيين في الشارع احنا بقى كده، كانت هيصه هيصه هيصه، اللي حضر العفش ده هو اللي يقول لكم بقى بجد، هيصه 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 يعني. شعري كان معمول لسه بقى ومقصوص اطرافه، فشكله يعني مهندم ومحترم كده. هو شايفين شعري كان مهندم ومحترم، دلوقتي الله يرحمه خرب خالص. الدنيا بايظة خالص معايا يعني النهاردة خالص. بص انا مش عمال اعمل ازاي. انا